مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة وسيارة جديدة، وسيارة اليوم من إيطاليا احتفالا بعيد ميلادها الأول، يعني سيارة اليوم هذه السنة من طلقات في أوروبا. ولحسن الحظ أن حتى المغرب يعني دخلت مؤخرا المغرب، وبمناسبة يعني الاحتفال ديالها بمرور السنة من الانطلاق ديالها، كاين واحد التخفيض ديال 32 ألف درهم، 3,200,000 تخفيض من الثمن ديالها. سيارة اليوم لا شك عرفتها من العاصمة الإيطالية روما، فيات 600 الجديدة اللي كتشوفوها على الشاشة. مرحبا بكم، نشوفوا هذه السيارة هذا كاملين، ونشوفوا المزايا ديالها، ونشوفوا كذلك الثمن ديالها. بالمناسبة هذه السيارة هذه كاينة بجوج ديال المحركات، كاين محرك إبريد ومحرك إلكتريك فقط، ولكن في المغرب حاليا دخلت غير الكتريك، يعني الضوء 100% كهربائيه، ما دير مازوت، ما دير ايسونس، ما تمشي دير تبدل الفلترات، ما تبدل زيت، ما دير صيانه، كاع هاد الامور هادي معفي منها، ومعفي كذلك حتى من لافينيت الضريبه السنويه. اذا السياره فيها واحد المزايا كثيره اقتصاديه، والباتري ديالها يقدر يشد لك حتى 600 كيلومتر يعني ديال لوتونومي ديالو، وبالتالي السيارة قوية مجهزة. غادي نشوفوا لي ديتاي ديالها، بقاو معنا الى نهاية الى نهاية الحلقة. وما تنساوش دائما نفكركم بواحد العملية سهلة جدا، وهي الاشتراك في القناة والضغط على زر الاعجاب واللايك. المسألة هذه كتساعدنا باش نعرفوا يعني المتابعين ديالنا والاهتمامات ديالكم، باش دائما نقدم لكم الجديد والجديد في عالم السيارات. هذا خالد ابو مالك من سيارات قناة المغرب، وسيارة اليوم فيات 600 الجديدة. عودة مجددا مشاهدينا الكرام في سيارة اليوم اللي كتشوفوها على الشاشة، 600 من فيات. اذا واحد السيارة اللي ممتازة جدا، الاخت الكبرى ديال فيات 500 وفيات 500 اكس وفيات 500 ال، هذه خصهم الكبرى. طبعا هذه السياره هذه من العلامه الايطاليه فيات، فيات اللي معروفه الان يعني دائما دارت واحد الثوره في عالم السيارات. نشير ان قاعده العجلات ديال هذه السياره ماخوذه من جيب افنجر اللي كنا درنا واحد الحلقه عليها، غتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف. اذا نفس القاعدة العجلات اللي كاينه في جيب افنجر كاينه في لافيات 600. اذا ندخلوا مباشره نعطيو لي كاركتيرستيك تكنيك ديال هذه السياره هذه، ومن موراها نعطيكم مباشره الثمن ديالها الجديد اللي فيها واحد البروموسيون زوينه. وبالتالي هذه البروموسيون هذه بمناسبه كما قلت لكم في البدايه ديال مرور السنه العيد ميلاد ديالها. هذه السياره هذه صدرت في اغسطس غشت 2023، وحنا اليوم في اوت او لا غشت 2024. اذا السياره ممتازه جدا، سياره كما قلت لكم في المغرب دخلت فقط كهربائيه، في اوروبا كاينه حتى ابريد، نفس الموتور اللي كاين في جيب افنجر اللي شفناه في جيب افنجر، ولكن هنا في المغرب دخلت موتور الكتريك. هذا الموتور الكتريك اللي فيه مجموعه ديال المميزات، حتى ان الكونسوماسيون ديالو للضوء اقتصادي، يعني ليس فقط اقتصادي اقتصاديه، حتى الكونسوماسيون ديال الضوء اقتصادي جدا. اذا موتوريزاسيون ديال 115 الكيلو وات، اللي كاين الكوبي ديالو ماكسيم 260 نيوتن متر، 9 احصنه جبائيه. وبالمناسبه هذا الاحصنه الجبائيه فقط يعني باش الماتريكيليو، اما لافينيات فهي معفات من لافينيات، ما كتخلصش لافينيات. لا بواط فيتاس بيان سور اوتوماتيك، كذلك الكاباسيتي ديال الباتري ديالها 54 كيلو وات، لوتونومي ديال الباتري ديالها 604 كيلو متر. اذا تبارك الله عليها، السياره مجهده، والباتري ديالها كبير يتمشى به 600 كيلومتر. فيها لي باليت فولون، وهذا يساعدك حتى الكونسوماسيون. الكونسوماسيون ديال هذا الموتور واحد الكونسوماسيون ميكس ديال 15 كيلومتر في 100 كيلومتر،
والاكسيليراسيون ديالو كيوصل 100 كيلومتر في 9 ديال الثواني فقط، علاش قلت لكم موتور مجهد، ولا فيتاس ماكسيموم ديال هذا الموتور هذا فهي 150 كيلومتر في الساعه. هذا كانت نبذه على الموتوريزاسيون. والسياره من نوع الكروس اوفر لي سي في، كتجينا بخمسه ديال البلايص. الكفر ديالها فيه كيهز 360 لتر، وكتجيب يعني اونيفو ديال لا سيكوريتي مجموعه ديال الخصائص منها سته ديال لي زيرباك، لا بي اس، لو اس بي، لونتي باتيناج، ليد دو فريناج ديورجونس او الفريناج اوتونوم ديورجونس، كذلك لونتي ديماراج الكترونيك، ليد دو ديماراج سور لي كوت اللي كتطلع يعني العقبه او الهوده ما كتهبطش بك. فيها لي مود دو كوندويت بيان سور، ليكونومي سبورتيف والنورمال، كذلك لي مانتيان دون لا فوا، يعني الا خرجت بك الطريق كتعلمك، سيستم ايزو فيكس، فيرميتور دو بورت، وديتكتور دو سون غونفلاج الا شي رويضه نقصات كتعلمك كذلك، وديتكتور دونغل مور ما نساوهاش، يعني الا كانت شي اي شي طوموبيله كانت غادي تجاوزك كتعلمك وكتصوني لك باش تنتبه لعمليه التجاوز الدوبلاج. اذا كانت هذه يعني بعجاله لي زوبسيون ديال لا سيكوريتي. بالنسبه للكونفور كاين لا كليماتيزاسيون اوتوماتيك، سيستم او اورديناتور دو بور، سيستم ستار ستوب، ريغولاتور ليميتور دو فيتيس، ديتكتور بلوي، لاميماج اوتوماتيك تاع لي فو، اون بليس الفرانا ما الكتريك، وكذلك ليكرون تاكتيل مع الكوكبيت ديجيتال بيان سور، و لي كوموند فولون، لي كوموند فوكال بيان سور تا هما، لي روتروفيزور رابطابل، لي روتروفيزور الكتريك اوسي، والكوفر افيك لو ايون الكتريك، الكوفر يطلع اوتوماتيكمون. بيان سور سيستم بلوتوث، الابل كار والاندرويد اوتو، والشارجور سون فيل ديال الموبايل ديال التليفون. اما بالنسبه للاستيتيك فالسياره كتجيب لي جونتون الومنيوم 18 بوص، صاليري سومير كوير، فولون كوير، لوميير دومبيونس على الانتيريور ديال الفيكول، كذلك لي فو دو جور ليد ولي فار شوفو ليد بيان سور، و لي فيتر سور تانتي. اذا بخلاصه هذه هي الخلاصه ديال لي زوبسيون ديال الفيات 500 او الجديده 2023 2024 هنا في المغرب. وصلنا يعني الاهم اهم فقره اللي هي فقره الثمن. فكما قلت لكم عفوا في بدايه الفيديو، فالسياره فيها ناقص 32000 درهم ديال الرميز بمناسبه السنه الاولى او عيد الميلاد الاول ديال هذه السياره هذه. فالسياره كانت دير 49 مليون، حاليا رجعت ل 45 مليون و 858000 درهم. الوغ هاد الثمن غير شامل طبعا الرسوم، البطاقه الرماديه والصباغه اللامعه. اذا مشاهدينا الكرام، الى عجبتكم الحلقه ما تنساوش تبارطاجوها مع الاحباب والاصدقاء، كذلك تشتركوا في القناه ووضع زر الاعجاب، تضغطوا على زر الاعجاب، وبالتالي كتساعدونا على نحط لكم المزيد فعلى هذا العالم ديال المحركات. شي سؤال على اي فقره من هذه الفقرات اللي قدمنا في هذه السياره هذه، او لا كنتوا حابين ندير لكم شي حلقه خاصه على شي سياره خاصه، ما عليكم الا تخلوها لنا في التعاليق، كنقراو جميع التعاليق، نحاولوا نجاوبوا الماكسيموم، كنحاولوا يعني نرضيو جميع المشاهدين ديالنا سواء اللي مشتركين معنا في القناه او في الاشتراك المجاني او الاشتراك المدفوع. تحيه خاصه للناس اللي كيعاونونا عن طريق الاشتراك المدفوع، في الاشتراك المدفوع راه كاين في القناه ابتداء من 5 درهم في الشهر تقدر انك تشترك معنا، 5 درهم او 50 درهم او 100 درهم او 10 درهم، كل واحد وجهده. فالقناه مفتوحه للجميع، واللي ما في جهدوش يشترك في الاشتراك المجاني. دائما كنحاولوا نقدموا الخدمه ديالنا للجميع، يعني ماشي غير كلشي كيستافد طبعا. اذا الى وصلتوا حتى لهنا، ما عليكم الا تشتركوا في القناه وتركوا لنا شيء تعليق زوين، والى اللقاء في حلقه قادمه وسياره جديده ان شاء الله باذن الله. كان معكم خالد ابو ملك من قناه سياره المغرب كار ماروك، شكرا جزيلا على المتابعه، اطيب المنى، الى اللقاء.